أهلا ومرحبا بالجميع. منذ الطفولة كنا نقرأ قصصا وحكايات خرافية عن الأميرات، وتعلمنا أن الفتيات مخلوقات لطيفة وهشة يجب علينا حمايتهن، لكن لم يحذرنا أحد من ضرورة الدفاع عن أنفسنا ضد البعض منهن إذا فعلنا فجأة شيئا خاطئا. سنعرض لكم الآن النساء اللواتي يتمكن بالفعل من الدفاع عن أنفسهن، لكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات حتى لا يفوتكم شيء جديد. هيا بنا نبدأ. 1. لا شيء مستحيل. تحلم معظم النساء بأن يحملها الرجل على ذراعيه، لكن هذه الفتاة حددت لنفسها هدفا آخر، لا تمانع على الإطلاق في أن يجلس الرجل على ذراعيها أو أن يقف أيضا على رقبتها. إذا قرر زوج هذه المرأة الجميلة أن يشرب البيرة بدون إذن، فمن غير المحتمل أن يتمكن من ذلك. سيدات رشيقات جدا، قويات، يتمتعن بالمرونة بشكل لا يصدق، ويتميزن بالسرعة الشديدة. هؤلاء هن السيدات الفائقات للغاية. 2. هل هن ضعفاء؟ إذا فكرت لحظة ما في أن تطلق على النساء الجنس الأضعف، قم أولا بعمل تمرينات الدفع بشكل أكثر من هذه الفتاة، وبعد ذلك قل ماذا ستفعل. إذا كنت تحلم بمقابلة فتاة لديها شخصية رائعة وقوية، فيجب عليك الذهاب يوميا إلى صالة الألعاب الرياضية وليس إلى المخبز. 3. امرأة الساموراي. الساموراي محاربون نبلاء يجيدون استخدام السيوف بشكل رائع. وجود المحاربات الإناث كان مخالفا تماما للثقافة اليابانية القديمة، ومع ذلك تشير بعض المصادر إلى أنه حتى في العصور الوسطى كانت هناك فتيات يأخذن السيف في أيديهن وأصبحن محاربات ماهرات. إذا كان هذا صحيحا وكانت النساء الساموراي موجودة حقا، فإن شينا ويست تعتبر بالتأكيد خليفتهن. فقد ألقي نظرة على تلك الفتاة، كيف تجيد استخدام السيف الياباني بمهارة عالية؟ 4. السكين. لكن حتى لو حاول شخص ما إذا أشانيا وهي لا تمتلك حينها سيفا، فلا داعي للقلق بشأنها، فقط انظر كيف تستخدم السكين بمهارة، من الأفضل ألا تغضبها. 5. فن القتال الياباني بوغوتسو. تجيد شاينا أيضا فن القتال الياباني بوغوتسو، أي أنها تتحكم بمهارة عالية في العمود أو العصا. إنها امرأة ساموراي حقيقية موجودة في عصرنا. الساموراي لا يهجمون على الإطلاق على الضعفاء، لكنهم يستطيعون دائما مقاومة أي شخص يحاول تهديدهم. 6. المرأة البطلة. تخبرنا الأساطير القديمة عن الأبطال الأقوياء، لكن لم يقل في أي زمان أو مكان أنه كان من بينهم النساء. إذا نظرت إلى دونامور فبالتأكيد ستوافق على أنها ربما تكون حفيدة إليا موروميتس. إنها تتمكن من سحب الحافلات بكل سهولة ودفع ناقل السيارات، كما أن تحريك الشاحنات الثقيلة لا يشكل لديها أي صعوبة. 9. فتيات التايكوندو. بالطبع إذا كانت المرأة تستطيع الدفاع عن نفسها فهذه حقا ميزة كبيرة جدا، لكن هل يمكن أن تكون المرأة قوية وفي نفس الوقت تحافظ على أنوثتها؟ بالتأكيد أجل. الفتيات التي يمارسن التايكوندو عادة لا يبدين أسوأ من عارضات الأزياء، وفي نفس الوقت لا يقدرن على المشي على قدم واحدة فحسب، بل يستطعن الدفاع عن أنفسهن وعن أقاربهن إذا لزم الأمر، كما أنهن يتميزن بالسرعة والمرونة والثقة بالنفس. 10. مدرب. ماذا تعتقد؟ ما مهنة تلك الفتاة؟ هل تعمل عارضة أزياء أم مذيعة أم ممثلة؟ كلا، ليس ذلك على الإطلاق، إنها تعمل مدربة تايكوندو. لا تدع المظهر الهش يقودك، فعندما يحدث خطب ما يظهر لدى هذه المرأة شخصية قوية جدا. لقد تمكنت من تحقيق هدفها. تسمى هذه المرأة الرياضية الساحرة أورين أديمونس، ومن الأفضل لك ألا تقول لها نكات عن الشقراوات. وهذه الفتاة تدعى سارا ديميانوفيتش، وفي هذه المرة إذا قلت إنه يوجد أمامك نجمة تلفزية ستكون غير مخطئ، لأن سارا بالفعل تقدم النشرة الجوية على التلفاز الصربي. لكن بالإضافة إلى ذلك فهي تمارس رياضة التايكوندو باحتراف. هذه الهواية لا تساعدها على المظهر الرائع فحسب، ولكن تساعدها أيضا في التعامل مع الأعمال المنزلية بكل سهولة، وتقوم بعمليات الشراء في المتاجر وبالطبع في جمع متابعين على إنستغرام. 11. الكونغ فو النسائية. هذه المرأة تدعى تشيلسي ماكيني، وهي تحب رياضة الكروسفيت للغاية، فهي تقوم برفع صديقاتها بدلا من الحديد، كما أنها تقوم بعمل التمرينات بكل سهولة، وهناك رجل يقف على كتفيها. يبدو أن هذه المرأة القوية يمكنها أن تتعامل مع كل شيء. 13. فن القتال جوجوتسو. تم الاعتراف بأن غوز هان ناكيبوفا من كازاخستان تعد واحدة من أكثر الرياضيات جاذبية في العالم أجمع، حيث تجيد الفتاة فن جوجوتسو باحترافية. من المثير للاهتمام أن اسم هذا النوع من الفنون القتالية يترجم من اللغة اليابانية على أنه فن الرقة. ممارسة فن جوجوتسو لا يساعد الفتاة في الدفاع عن نفسها فحسب، لكن يساعدها أيضا في الحصول على مظهر أنثوي أكثر.
14 النينجا، وهذه جيسي غراف لكنها معروفة أكثر بالمرأة النينجا. حصلت على الحزام الأسود في التايكوندو والكونغ فو وخمسة أنواع أخرى من فنون الدفاع عن النفس، بالإضافة إلى ذلك أصبحت بطلة في القفز بالزانة. لكنها تمتعت بالشهرة فقط بعد مشاركتها في البرنامج التلفزي American Ninja Warriors. 15 اللياقة البدنية. تشكو العديد من النساء من عدم وجود الوقت الكافي للذهاب لصالة الألعاب الرياضية، لكن أظهرت مدربة اللياقة البدنية جينيفر توفرنر أنه يمكن ممارسة الرياضة في أي وقت وفي أي مكان من دون أي مشكلة، حيث يمكن القيام بعمل تمرينات الضغط مباشرة عند المدخل، ووقت الفراغ الذي تقضيه مع أطفالك يمكنك فيه القيام بممارسة اللياقة البدنية أثناء التنزه في الملاهي ساحة الألعاب. 16 المصارعة المحترفة. المصارعة المحترفة معركة صعبة وعنيفة لا ترتبط بالأنوثة على الإطلاق، ومع ذلك تختار بعض النساء هذا النوع بالذات من الرياضة، فربما ينجذبن إلى فرصة التنفيس عن عدوانهن على منافسهن. لكن على أي حال، أنا بالتأكيد لا أرغب في مقابلة مثل هذه المرأة في زقاق مظلم. 17 كمال الأجسام. كل واحد منا لديه أفكاره الخاصة عن الجمال، فمثلاً شخص ما ينجذب للفتيات اللاتي لديها مظهر خارجي، مثل عرضات الأزياء على أغلفة المجلات اللامعة، وهناك شخص ما يعجب بجسم امرأة ذات عضلات كبيرة. تعمل بطلات كمال الأجسام السيدات كثيراً وبجد على كل مليمتر من أجسادهن، ونتائج تدريباتهن مرئية للعين المجردة، بينما يتمكن البعض من الحفاظ على أنوثتهن ورقتهن، لكن بالطبع لم يتمكن الجميع من هذا. انظروا إلى صورة هذه الفتاة، وجهها الجميل لا يتطابق تماما مع جسدها الذكوري الخشن، لكن لابد من وجود تضحيات من أجل الوصول إلى النتائج المرغوبة. أما لاعبة كمال الأجسام هذه تمكنت من الحفاظ على الموازنة. هذه الفتاة تدعى غريسن باربوسا، وشكل جسدها يعتبره الكثيرون مثاليا. ما رأيك في مظهرها؟ هل هو رائع بالفعل؟ اكتبوا لنا على الفور إجاباتكم في التعليقات أسفل الفيديو. 18 تشين لي. سترى أمامك الآن فتاة تعيش حياة مزدوجة، بعد العمل تتحول بسهولة إلى أميرة محاربة حقيقية. هذه الفتاة تدعى يوان هيرونغ، لكنها معروفة أكثر بتشين لي. فأولئك الذين لعبوا ستريت فايتر على الأقل مرة واحدة في حياتهم سيفهمون على الفور لماذا سميت بهذا، لأن يوان تعد نسخة طبق الأصل من واحدة من الشخصيات الرئيسية في تلك اللعبة. الفتاة مولعة بكمال الأجسام والكوسبلاي، وهو نوع من فنون الأداء يقوم فيه المشاركون بارتداء أزياء شخصيات كرتونية، لكن تعمل الفتاة في الحقيقة كطبيبة. هكذا تبدو شخصية يوان هيرونغ، متنوعة بشكل مذهل للغاية. إلى هنا ينتهي هذا المقطع. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وكتابة المزيد من التعليقات والاشتراك في القناة، وبالطبع لا تنسوا النقر على جرس الإشعارات حتى لا يفوتكم أي فيديو جديد. شكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء.